السلام عليكم. الحلقة 18 إبيزود 18 الأربعاء 12 جوان 2019. القاضي الفرنسي رامايل كيف دخل لفرنسا صيفط ليا واحد الاستدعاء باش نمشي نشهد عندو باريس. هاد الاستدعاء اللي كان هو الاول اللي صيفط ليا رامايل في الاخر ديال 2006، الجوج اللي كان استدعاني الاول كان هو بارلوس استدعاني ثلاثة الخطرات اون جويي 2001 اون سبتمبر 2001 اي اون ديسمبر 2001. ديما ما قدرتش نمشي عندو فوت دو باسبور، ما عنديش باسبور. صيفط ملي خرج الكتاب ديالي في 2002 صيفط الإنابة القضائية في موت سبتمبر 2002. ملي صيفطو هاديك الإنابة اللي جات المغرب غير لافان ديال ديسمبر 2002، انه جات على الطريق الإدارية الدبلوماسية par la voie hiérarchique et diplomatique، يعني هو كيدفع لي سوبيريور ديالو في المينيستير ديال لا جوستيس كتعطيها المينيستير دي زافير زيترونجير فرونسي اللي كيسلمها المينيستير دي زافير زيترونجير ماروكان اللي كيسلمها المينيسير دو جوستيس ماروكان اللي كيسلمها لو جوج دانستركسيون ماروكان شارجي دو دوسي بن بركة. هادي هي لا بروسيدور ابيتويل، ما كاينش شي طريق اخرى غير هاد الطريق. هاد باش تجي للمغرب كيخص على الاقل 4-5 موا، وباش عاوتاني تمشي تاني كيف 4-5 موا. هاد السيد علي صيفط ليا لجوج دار فيه واحد لا بيريود، توصلت بالاستدعاء نهار سيتي أباردي، وخصني نكون عند لو جوج دون كلكو جور، يعني نكون عندو لاندي بروشان، ور مبقاش ليا الوقت باش نبريباري هاد لو فواياج خصو على الأقل أو موان ديري ديال دو سومان باش نوجد راسي. اتصلت بمحامي سي عبد الرحيم الجامعي، قالي بأن هو تا هو مستعد باش غادي نمشو فرنسا. جوج دانستركسيون فرونسي ما صيفط غير
la convocation par lettre recommandée. Monsieur Tlapos Zubta fait la convocation. Mais fait-ce les billets d'avion, mais fait-ce l'engagement de la justice, les dépenses, les gradins engagés français, me fait attaque à ce volo. انا كتبت ديجا من قبل وكنعلم لا جوستيس بينا هو كتبت ديجا لهاد الجوج رمايل قلت لي الباسبور ديالي راني خديتو راني على ديسبوزيسيون ديال لا جوستيس فرونسيز ولكن باش نجي نتيمواني في باريس انا راجل كبير في السن يمكنش نجيب وحدي تيخصني صيفطوا ليا دو بي دو دافيون الي روتور انا والزوجة ديالي اللي غتمشي معايا وتصيفطوا ليا واحد ان اونكازمون كوم كوا داك لونكازمون اللي غتصيفطوا ليا ملي غنمشي اريفيون فرونس غنديه لوطيل اللي غنزل فيه نزل فوطيل ماشي غادي نبقى كنتسنى نزل فوطيل ونرتاح مع راسي واحد نهار اليومين عاد نمشي لا جوستيس عاد نمشي لا كونفوكاسيون ديال لو جوج حتى شي حاجة هادشي ما دارت والنقطة المهمة اللي فوق من هادشي وهي ما سيكيوريتي اون فرانس نوا ديما انا كنقول ليه صيفط لي صيفط لو جوج تنقول ليه داكشي لي غيصيفط ليا منين وغادي يخصو في نفس الوقت يدوا غارونتير ما سيكيوريتي اون فرونس انا هو il faut que j'aurai mis les pieds sur le territoire français je dois avoir une protection ديال لابوليس ما حدي في التريتوار الفرنسي ولا سو لا بروتيكسيون ديال لابوليس سينو جو ريسك بيان ديتر ليكيدي فاسيلمون حتى شي حاجة من هادشي ما دارت لو جوج صيفط ليا كونفوكاسيون بحال راه Casablanca, c'est juste à côté de Paris. Mais c'est un autre continent. Où ma tâche est un bien, l'exilie est un encre. C'est le vrai tangoulier. Il n'a pas la voile d'âme et c'est le vrai. Les billets d'avion, l'engagement de l'hôtel, où garantit la sécurité en France. Et si tu as jamais d'être. استشرت مزيان مع السي كريم ولدي ومع المحامين جلسنا واحد جلسة أونسومبل واحد القيوة قريبة لكور دابيل إنه كان زور ديال كازابلانكا كانوا جاو على قضية لي بروسي جوست أبري ريحنا جلسة دونز أن كافي ذكرنا مزيان على هذا الشيء هذا وبقينا على اتصال يوميا مع المحامين هذيك جو هما لا كور دابيل سيتي ان جودي بقينا على اتصال الجودي لو فوندرودي اي لو ساندي نو ما كنا خصنا نكونوا في المحكمه نهار الاثنين حاضرين كنتي خصنا نمشيو من هنا لحد الباتو في لوطيل باريس ومع الاثنين نصبحو في عند الكابيني ديال رمايل جوج فرنسي
فهنا الوراق ديال الفيزا، عطاونا الفيزا، عطوني انا الفيزا، ما هو جامي عندو الفيزا فيها عام ولا عامين باش تيمشيو يجيو فرنسا ديما. خديت الفيزا نهار، دفعنا الوراق نهار الاربعاء، خديت الفيزا لوندومان الخميس. تفاهمنا باش غادي نمشيو لفرنسا، ولي شجعني هو سي كريم ولدي، قال لي بان هو لي ديسبوزي باش يخلص هو البي دافيون، وملي غنمشي لباريس كاين اللي غادي يتكلف بيا في باريس. نهار السبت انا كنتذكر مع محامي عبد الرحيم الجامعي، مشيت لعندو الكابيني ديالو في قنيطرة، انا كنتذكر معاه، هو جا هنكو التليفون تيهضر مع شي محامي اخر اللي مكلفين وياه واحد لافير كانت مهمة بزاف ديك الوقت، ديال واحد الكولونيل ديال لي فار اللي كان مكلف بلو بادي رويال ديال اكادير، واللي كان ديتورنا واحد العدد ديال بليزيور مليار، كان مكلف لا جيستيون ديال لو بالي رويال، ولا في ديتورني بزاف ديال الفلوس. هادي سيت اون افير اللي كان غيكون شدها على الاقل واحد 2 مليون درهم بحال والو. كان كيذكر مع هذاك المحامي الاخر تيدير معاه الموعد، قال لي نتلاقاو ديريكت في المحكمة ديال تكادير، ودار معاه غيتلاقاو هي في المحكمة تكادير لو ماردي بروشان، اوتومون دي غادي نمشيو حنا لباريس، غادي يحطوني قدام لو كابيني دي جوج دانسكريبسيون لو لاندي ان افر دو ماتان. الغرور اللي عندهم هما في هاد القضية وهو غي نوصلو لباريس يبانو قدام لي ميديا دوفون لا بريس انترناسيونال دوفون لي تيليفزيون ديال العالم كلو، بان هو البخاري تيموان جا لفرنسا افيك سي زافوكا. يفوني سيرتو دو لا بروباغاند لا بوبليسيتي سيرتو. اي لو لوندومان سو كون هو حاضر في التريبيونال ديال باريس، هاد المعلومة كانت في بالي انا وعرفتها بارازار، انه انا في الكابيني ديال الجامعي هو تيهضر مطلوق مع داك اللي كان كيهضر معاه بار تيليفون، ما عرفش بانه هو راني حاضر قدامو انا وما خصوش هو داك الكلام قدامي انا، حتى اذا كان غادي يرجع للمغرب لوندوما ما خصوش نعرفها انا. سي كريم ولدي ما تعرفش الخبار في هاد القضية هادي، ما فهمو حتى حاجة من هادشي هادا. أنا ملي خممت مزيان داك لو سامدي ديمونش في لو بور و لي كونتر ديال هاد التيموانيز ديالي، بان ليا بان هو إلا مشيت نتيمواني فرنسا كاين لو ريسك، أما جو سوري ليكيدي لأنه ما عنديش الحماية البوليس،
là, je serai certainement arrêté et placé sous mandat de dépôt. Il n'y a pas d'action, il est très grave. Il est très grave pour les policiers du Cap impliqués dans l'affaire de Mbarka, mais également pour moi-même, il n'y a pas. Je faisais partie de ces policiers-là. En 1965, je faisais partie de ces policiers moi-même. Après avoir longuement réfléchi, pendant ces deux jours, j'ai pris la décision de laisser tomber et de ne pas aller plus loin. Il n'y a que le risque était très grand. Le risque de la liquidation et le risque de l'arrestation. Voilà. Mais le lendemain, il m'a pris son chien. Mais là, je me suis dit que je suis le Mohammed, le roi de l'Imako. Et là, le procédé est gagné. Il y a ce coup de mahkama. Hadar le mardi. Abdini Anel. Fanny Jannam. Lundi en France, on t'a rejoint le mahkama. لقابل شغالك المحامي ما جوش حال داكي غوات وداكي ايتي فريمون اور دو لوي ميم ناو دار كاع البلانات ديالو دارهم هو كيبغي سي عبد الرحيم الجامعي لا هو لا حمادي مني كيبغيو يتصوروا في يبانو في التلفزيونات يبانو في لا بريس ويهضروا وما يتيبغوا يبانوا بزاف دعت ليهم هاد الفرصة باش غادي يبانوا في دوفون لي ميديا دي موند اونتي هادشي وقع في موان دو نوفمبر 2006 Dès 4 ans après, septembre-octobre 2010, je suis arrivé à l'Akhar de Jani 2010, le juge Aramaï. الاستدعاء اللي قريتو فيه واحد الحاجة زايدة تريز امبورطونت قال لي إلا ما جيتش غادي يجيبني بالقوة غادي يستعمل القوة باش يحضرني بكل مرة على قبل هاد هاد القوة اللي بغا يدير باش يحضرني قررت باش ما نمشيش ودرت لي واحد البرا قاصحة مزيان باش نديرو في بلاصتو باش قلت ليه ما عمرني ما غنتيموني هنا في هاد لافير ولا كان عندك شي بوفوار باش تحضرني بالقوة استعمل هاد البوفوار اللي عندك ما غاديش نحضر الا اذا كانوا الشروط ديال التيمونيز ديالي موجودين الشروط راني ذكرتهم وذكرتهم شحال خطا شنو هما هو غارونتير ما سيكيوريتي سور التيريتوار فرونسي صيفط ليا دو بيي دافيون ليا
الزوجة ديالي اللي غتمشي معايا، وصيفط ليا ان اونكاجمون اللي غادي ندير ان اوتيل اون فرونس بور مو بروندر اون شارج. انا الزوجة ديالي هذه هي كانت هي اخر استدعاء صيفط ليا لجوج رمايل اون 2010. انا ما مشيتش، ولكن صيفط ليه برا قصحة 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 بزاف. هذه هي القصة ديالي مع الإنابات الفرنسية ومع لي جوج دانستركسيون فرونسي شارجي دوسي بن بركة. هذيك الإنابة اللي جاوبت عليها اللي صيفطت للجوج بارلوس وجاوبت عليها، أنا ميقن بأنه هو داكشي اللي قلت راه ماشي هو اللي مشى لفرنسا. داكشي بلا شك صوبوه، راه نجاوب ديك الأجوبة ديالي كما بغاو هما، بدلوا المحاضر وتسناو في بلاصتي بلا شك، تسناو في بلاصتي وصيفطوا داكشي مخدوم في فرنسا. انه ديجا لاحظت انا باش في لا تراديكسيون باش كترجم ما بين من الفرنسي للعربيه كاين اون ديفيرونس انورم، ولا بغيتي تترجم عاوتاني من العربيه الفرنسية كاين اون ديفيرونس انورم. الوغ الى استعملوا القوات ديالهم اللي مولفين بلا شك استعملوهم بلا شك، لان هو حتى الان حتى شي حد ما تكون بوكا ولا ديرونجام هادوك الناس اللي ذكرت انا. أبروبو ديال الجنرال حسني بن سليمان، وهو واحد الإنسان معروف باترون ديال لا جوندارموري رويال ديك الساعة، ما كانت لو جوج ماروكان تيجوب لو جوج فرونسي تيقول ليه بأن هو عطيني العنوان ديال هذا ما معروفش في الرباط، شكون اللي ما تيعرفش الجنرال حسني بن سليمان؟ إن هو على حساب لو جوج دو انستركسيون عبد القادر شنتوف اللي كان تيهضر هضر معايا بزاف وقال بزاف الحوايج اللي ما كنصصوش يقولهم ليا أنايا، ولكن هو قالهم ليا بور ميتر اون كونفيونس باش نرتاح ونبدا نحكي ليه داكشي اللي عندي. العلاقة ديالي مع العدالة الفرنسية انتهت في 2010، احنا اليوم 2019، لكن ما بقى جاتني حتى شي اخبار، بالاخص هادي لي دو ديرنيير زوني اللي فاش تعين ان نوفو ماجيسترا فرونسي شارجي دو دوسي بن بركة. هنا هو رمايل وصل هاد الدوسي حتى دخلو في لامباس توتال، مبقاش عندهم يتحرك كتفو، واحد لاباس اللي بقى مكتف فيه محبوس من كل قنت.
سنة 2004 قررت باش ندير دي بيبليكاسيون دون بارتي دو ما كونفيسيون ميموار دون لا بريس عربوفون. اتصلت بالإحداث المغربية اللي كانوا تري زانتيريسي بار سيت بيبليكاسيون، استقبلني محمد البريدي المدير ديال الجريدة، كان معاه لاصوصي ديالو بن جلوم اللي هو الفينانسي ديريكتور فينانسي، واتفقنا باش غنديرو لا بيبليكاسيون. بدينا كنوجدو داكشي في قبولية الصحفيين اللي غادي يخدمو معايا في هاد الملف، وعطيتهم واحد العدد ديال الوراق المانيسكريت ديالي باش يترجموهم بالعربية. بدات هاد لا بيبليكاسيون في المود فيفريي 2004، بدات في فيفريي 2004 وبقات غادية حتى لأكتوبر 2004، إلى روبري أونكور في جانفي 2005، بقات أموم بعد السيتاريتي ودي ريزون اللي ما عرفتهمش أنا علاش، يمكن جاتهم أغمير من الفوق. هاد لابيبليكاسيون كانت دات ان غران سوكسي، انه هو في الوقت ديال لابيبليكاسيون ديال هاد لا كونفيسيون ميموار ديالي، كانت ديك الساعة الأحداث كتطبع 40,000 نسخة في النهار، درست دو جور و لوندومان دوبلات ليها لا بوبليكاسيون، و بعد تريبلات ليها و زاد شوية، هنا وصلنا ل 135,000، و كنا غاديين فايتين ديما 130,000 130,000 بزاف. المسؤولين ديال الاحداث كانوا فريمون على اوتور، ما عندي ما نقول، لا من ناحيه الترجمه داروا معايا واحد لو جون تراديكتور مخير، ان جون هو مخصص في دبلومي في الترجمه، و يزون ريسبكتي بارفيتمون داك لاكور فينونسي لي كان عندنا مقابل هاد لابيبليكاسيون. ومن فوق هادشي غادي يزون بري لونجاجمون دو فينونسي او ميم لابيبليكاسيون دو مون دوزيام ليفر ريزون ديتا لي غنطبعوه في ليز إيديسيون مغربين، لامبريمري ليز إيديسيون مغربين اللي هي ديال لو بارتي يو اس اف بي. هاد لا بريباراسيون ديال هاد لو دوزيام ليفر درتها في début 2005، و الليفر خرج في mois de mai، la première édition خرجت في mois de mai 2005، دارت une deuxième édition
3 mois après. La première édition a été la distribution d'Iran, sa presse. Parce qu'il y a le moudir de l'âme de sa presse, M. Tlando, ou de Femna à la Koulchi. Où il m'a payé d'avance la moitié de la publication. Qu'elle mette ma trousse. مشيت لعند محمد بن رضا ديك الساعة هو المدير العام ديال سابريس، لا بوبليكاسيون ديال ناوف هاد لا بوبليكاسيون لي درت ديال الأحداث المغربية، هضرت على جميع داكشي اللي كيوقع، داكشي اللي عشت في الكاب أن كلشي، وداكشي اللي عشت في لا بوليس بوليتيك، لي زاني بدات من لي زاني 57، بدات من لي زاني 56-60، وفيها بعض الأحداث اللي عرفتهم أنا من لي زارشيف. لي زارشيف ديال الكاب ان ولي زارشيف ديال المهدي بن بركة، هنا هو بزاف ديال الأحداث اللي معشتاش أنا ولكن عرفتها من لي زارشيف، وكاين اون بارتي اللي عرفتها من لي كوليك ديالي وكور ديال لي صور اللي كنا كنعيشو أونصومبل، كنا في المذاكرة كنذكرو هادشي وكنت عارف بزاف ديال الحوايج. فهاد لا بيبليكاسيون درت شوها لدريس البصري، عريتو مزيان، و البوليسي اللي كان في ديال تفلت، الكوميسير ديال تفلت محمود عرشان، تا هو شط طبيعي الأرض، وواحد وخرجت في لاليست ديال لي تورسيون لي فيريتابل تورسيونير وماروك، قبل من ما تخرج هاد لابيبليكاسيون اللي كنت ذكرت مع لونتروتيان اللي درت مع محمد البريني، اون ساتوندي باش يكونو ديريكسيون مع هاد لابيبليكاسيون، كان قال لي بان هو ساتوندي ادي بروسي، ربما كادي ادي بوا دو نو دو تري نومبرو بروسي، ولكن غادي يخرج الاسامي ديال الناس غادي نوقف هنا حتى نعاود نكمل بار لا سويت.